دي كده النتيجة اللي احنا وصلنا لها بعد الديسبليسمنت. زي ما قلت مش عايز اطول فيه قوي، لان فعلا من اسوأ الحاجات اللي موجودة في الارنولد هي الديسبليسمنت. لازم سب ديفيجنز كتير قوي قوي عشان تاخد ديسبليسمنت كويس. طبعا في طرق كتير ان احنا نلف حوالين حاجة زي كده، لكن مش وقت مناقشتها دلوقتي. اتريشنز طبعا انا واصل لغاية 6، المفروض هوصل ل7، اوصل ل8 علشان اخد حاجة فيها ديتيلز كويس. طبعا كل ده هيزود هنا الميموري يوسج. فزي ما قلت هتنقل الخطوة اللي بعدها، خطوة البامب. البامب او الاكلوجن الاول، عايزين نحط الاكلوجن الاول عشان يدي شادوز بين الشقوق دي. ده هيجي منين؟ كالعادة هنروح لإيمج، هسحب إيمج دي هنا. الاوكلوجن بتاع السويل اهو اللي هو ده المابا دي، هاخد دي وام قايل اوبن. انا بس اتاكد ان انا مش عامل تكرار. تمام، وام قايل اوبن. جميل. طب المفترض ان دي هتبقى مالتي بلاي مع دي، مظبوط. الاوكلوجن دايما مالتي بلاي، هي فعلا في هنا نود اسمها مالتي بلاي. مالتي بلاي بتاخد ماب تعمل لها انبوت 1 انبوت 2، الاثنين مالتي بلاي، ما بتعملش حاجه غير مالتي بلاي. طبعا انبوت 2 اللي هي هتبقى مين؟ هتبقى الشيدر بتاعي. يبقى هنفك دي من النورمال، زي ما قلنا النورمال هتبقى اخر حاجه. فانا هاخد دي، او هاخد الاول الاوكلوجن ماب هتبقى هي انبوت 1، ودي هتبقى انبوت 2، والاوتبوت بتاع المالتي بلاي هيروح للنورمال ماب. نستنى كده لغاية ما نشوف النتيجة. زي ما قلنا بياخد شوية وقت. كل ما انت بتزود في التكتشرز بتاعتك كل ما ده بيتحوش في الرام. وفي طريقه ان احنا نحول التكتشرز دي كل حاجه اسمها تي اكس فورمات. التي اكس فورمات فورمات جميل جدا، هو خاص بارنولد. مش عايز اقول بيسرع وقت الاي بي ار وبيسرع وقت الريندر بطريقه فظيعه. هنجيله في اخر سيكشن عندنا في الكورس ده ان شاء الله. نستنى بس ان هو يورينا الدنيا ظروفها ايه. ادي الشكل بالامبنت اوكلوجن ماب. زي ما احنا شايفين بقى فيه ديفينيشن، بقى في الشقوق دي بينت الصخر من الزلط من الرمل كده. اخر حاجه هنضيفها اللي هي البامب ماب. طبعا انا عندي هنا نورمال ماب، في هنا عندي حاجه اسمها بامب، عندي اللي هنستخدمها دايما اللي هي البامب 2D. تمام، البامب 2D. في البامب هو هنا هيعوز طبعا ايمج وهيعوز شيدر. يبقى كده انا هفك دي برضو من هنا. تمام، هفك دي من هنا لان دي اوتبوت على طول، يا اما هتروح هنا يا اما هتروح للنورمال. فانا هنا هودي دي شيدر، وهاخد ايمج تانية. فين البامب بتاعت السويل؟ افتكر هي ليها بامب، بس افتكر هيبقى فين. هنا الكوندكشن مش فاكر كانت انهي واحده. اهي ادي البامب ماب. هو قايل له اوبن، هيقول لي كوبي التكتشرز، هقول له اه. بعد كده هاخد دي واقوم حاططها هنا ك بومب ماب. بعد كده هاخد
البامب ماب او مرميه هنا اي لوب دي هي الشيدر. زي ما احنا شايفين الشكل التفاصيل الصغيره دي بعد البامب بقت باينه. وبكده نكون خلصنا من الكلام على الديسبليسمنت، خلصنا من الكلام على النورمال، خلصنا من الكلام على البامب ماب. بسرعه كده الاميشن، الاميشن ما هياش حاجه صعبه، تعالوا بسرعه كده ناخدها على السريع. بس قبل ما ناخدها بسرعه، انا هقفل الاي بي ار مؤقتا، وعلشان الدنيا ما تبقاش صعبه علينا في في في, في عمليه المعاينه كل شويه، انا هروح هنا لحاجه اسمها الاسيت تي اكس مانجر. انا هفتح اسيت تي اكس مانجر، في هنا لون احمر معنى كده ان هو مش هيحول دي لان فيها لينيرايز، فانا عايز اقول له سيلكت اول، حول لي كل التكتشر دي تمام. وهنا هقول له اعمل لي كرييشن للاسيتس، وممكن كمان اقول له هو يعمل ريبليس. هو فعلا هيعمل ريبليس، ريبليس تكتشرز ويز دوت تي اكس. الخطوه دي تعملها لما تكون متاكد انك انت خلاص مش هتستخدم تكتشرز تانية. حتى لو انت استخدمت تكتشرز تانية مفيش مشكله انك تخش هنا وتقوم جاي عامل او انك تحولها عادي من غير اي مشكله. ممكن تقول له هنا اول اسيتس، ممكن تقول له تكتشرز، ممكن تقول تكتشرز فروم فولدر، وتقوم مسلكت الفولدر اللي انت حاطط جواه التكتشرز بتاعتك ويقوم جاي محولها لك. فانا عايز اقول له هنا حول لي الاول اسيتس واعمل لي ريبليس تكتشرز ويز تي اكس، وهقوم قايل له على طول كريم. استنى شويه لغايه ما نخلص. معظم ايه كل التكتشرز اللي هنا يا اما 4K يا اما 6K يا اما 8K، ففعلا تاخد مساحه فظيعه. اهو زي ما احنا شايفين كله بقى دوت تي اكس تي اكس، كله بقى دوت تي اكس. لو جينا عملنا كلوز تمام، وجينا رحنا لاي مابه هنا، رحنا اتريبيوتس هنلاقيها دوت تي اكس. نقفل وهعمل كنترول اس، وتعالوا كده نفتح الاي بي ار مره ثانيه. طبعا لما انا قفلت عمل فلاش للكاشنج، وبعدين برضو بصراحة ربنا السب ديفيجن هنا فظيع، 6 أو 7 كتير فعلا. انا هقلل خليهم 2 ولا حاجة مؤقتا، بس خليهم 2 عشان الدنيا تشتغل. ولو انا خدت الارنولد سكاي وخليت الانتنسيتي 1 وخدت في النص حتة سفير صغيرة، كده مثلا، وعملت كرييت شيدر ارنولد نتورك شيدر، وقمت اعمل لها اساين للسفير. هخلي بس السفير دي فيها شوية سيجمنتس زيادة، ودبل كليك هفتح نتورك اديتور، جوه نتورك اديتور هحط ستاندرد سيرفس. في الستاندرد سيرفس ده انا كل اللي هعمله ان انا هوريكم، بس انا هقفل الديفيوز الاول واروح هنا على طول لإميشن. لو رفعت الإميشن ده اللي انا هاخده من السفير فوش الا كده، هروح كده مثلا وممكن اقول له اديله كولر واقول له اوكي تمام. لو رحت للديفيوز ورفعت الديفيوز ويت هيبقى فيه بلند بين ده وبين ده. طبعا لو عملت الديفيوز ويت بالشكل ده كده ورحت رايح واخد دي وحاططها مثلا كده، يبقى انت واخد 50% من الديفيوز واخد ال 50% الباقية من الاميشن. يعني هو ده الاميشن، وان يكن ممكن يعلى
فوق كده كمان، تمام. بس خلي بالك ان هو بياخد وقت جامد، مش بياخد وقت جامد، بيعمل نويز كتير في الرندرينج. عشان كده في تكتشر تانية هتحل محله، بس هو فعلا من مصادر النويز الكتيرة جدا في الرندرينج. يمكن انا لو قفلت السكاي خالص عشان تبان، هتبان بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. يمكن لو رفعت سنة عشان نبين اكتر هتبان. ما افتكرش ان انا هتكلم على حاجة تاني في الاميشن اصلا، ما فيهوش حاجة، لكن احنا ممكن نتحكم فيه برضو بنفس الموضوع. ممكن اتحكم بايمج او بصورة هي اللي تعمل لي الاميشن ده. ممكن في ريفراكشن، افتكرش ان ريفراكشن هيبقى فيه اي سنس خالص، تمام، ولا ريفليكشن نفس الموضوع. لكن افتكر وشغال ديفيوز وشغال اميشن فقط لا غير. سب سيرفس سكاتر هل ممكن نستخدمه معاه؟ الله اعلم. بس احنا جينا عملنا حاجه زي كده مثلا، وجينا رفعنا السب سيرفس سكاترنج، ما افتكرش ان الافكت يعني يذكر، ما فيش اصلا، لان الاميشن طاغي عليه، فافتكر ان هو ملوش لازمه كده. نبقى خلصنا كمان بالمره من الاميشن تكتشر، واشوفكم بقى في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، اللي هتبقى عن اللايرز. يمكن هنتكلم عليها كتير، لان هي شغلنا كله هيبقى باللايرز جوه الارنولد. اشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.